من جانبه أكد صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة أن أمتنا الإسلامية تعيش ظروفا صعبة تتطلب تكثيف الجهد والعمل لتحقيق الآمال والتطلعات المرجوة. إن نظرة فاحصة لواقع أمتنا الإسلامية تدلل بوضوح أن أمتنا تعيش أوضاعا صعبة، وأن مكانتها في العالم بكل أسف وفق معدلات وإحصائيات عالمية لا تبعث على الارتياح، حيث أن 37% من سكان العالم الإسلامي تحت خط الفقر بإجمالي 507 مليون نسمة، كما أن 61% من نازحين العالم هم من دول إسلامية، و40% من سكان العالم الإسلامي أميون، ومتوسط البطالة في عالمنا الإسلامي يصل إلى أكثر من 7%. إنها أرقام مفزعة ومؤلمة في الوقت نفسه، وتدعونا إلى الوقوف أمامها وتأمل مدلولاتها والعمل بكل الجهد لتفعيل آليات عملنا التنموي لدعم هذه الآليات والارتقاء بها إلى المستوى الذي يحقق آمال وطموحات أبناء أمتنا الإسلامية.